الشباب لو عايز يبتدي لازم تبقى حاجة جواه بتحركه انه عايز يبتدي، مش زي ما قلنا المرة اللي فاتت قاعد وبيدور على شغل وما جالوش شغل، او بيحلم انه يشتغل شغلانة معينة مش هتجيله. كويس، فلازم يبتدي يعرف، يبتدي يخبط، يبتدي يعمل ابليكيشن، يشتغل عن طريق ابليكيشن بمبلغ صغير. في شركات بتوفر مبالغ صغيرة بيقدر الفرد يشتغل عليها، بس برضه هو محتاج نوليدج، معلومات، محتاج ياخد كورس مثلا، محتاج يتعلم. لما ابتدينا موضوع الكورسات في الشركة عندنا ونجح، فابتدت شركات تعمل زينا وبتدي كورسات، وده حاجة تفرح لأن هنزود قاعدة الناس اللي عندها معلومات عن البورصة. يعني ممكن دلوقتي لو شاب بيشوفنا يتصل بحضرتك ويتصل بالشركة يقول لهم أنا عايز أخد كورس عشان أتعلم، مش عشان يعني النهاردة هشارك في البورصة، لكن عايز أتعلم بورصة. إحنا أوريدي من الحلقة اللي فاتت كان في ناس يعني جم اتكلموا، تمام، وجهزنا عدد معين وهنبتدي بعد العيد إن شاء الله لأي حد، بس يبقى عنده الرغبة الحقيقية، مش يعني واحنا بنحسها وبنشوفها. بيبقى مثلا الكورس ده مدته قد ايه، وبعد ما بيخرج او يخلص الكورس ده بيبقى بقى كده مؤهل لايه الخطوه اللي بعدها؟ لا، هو الكورس بيديله نوليدج او معلومات عن البورصه، ويعني ايه تداول، ويعني ايه شراء، ويعني ايه بيع، وازاي اختار السهم، ويعني كلها معلومات سطحيه، معلومات عامه. لو هو عايز يخش اكتر بييجوا يسألوا. يعني احنا لما دربنا طلبة في ناس قالت لا ده انا مش عايزة كده، بس انا عايزة اتدرب عندكم في الشركة، وجوم اتدربوا. في ناس بعد ما اتدربوا زي ما قلت برضو المرة اللي فاتت جوم اشتغلوا. فلازم يكون جوه الشخص نفسه الحافز اللي يخليه هو عايز يعمل حاجة. يبقى لا، حتى الشباب اللي بيبقى مستهوي بقى الموضوع ده بعد كده الشركة بتفتح أبوابها أنها تكمل معاه. يعني لو حد مميز جدا عايز أكمل أتعلم أعرف أكتر أشتغل أو أتداول بتساعدوه. إحنا بنضور عليهم، يعني لأن اللي بيفهم في النشاط ده قليلين. بس أنا عايز أقول حاجة، عشان هتلاقي مصر كلها بتكلم حضرتك دلوقتي، الشباب كلهم بيكلموا حضرتك. أنت حضرتك في الآخر بتختار الشباب المميز، ده رقم واحد. رقم اتنين اللي أنا فهمته من حضرتك شغلانة البورصة مش عايزة واحد عايز أعمل أي حاجة وخلاص، أي حاجة تيجي في سكته وخلاص. لا، عايزة حد هاوي ويكون عنده يعني روح كده إن هو عاوز يكسب وعايز ينمي نفسه وعايز ينمي من قدراته، يكون عنده التطلع ده، مش جاي واحد بالتشاؤم بتاع أي شغلانة في أي حتة وخلاص. لا، ما احنا بنعرفهم. يعني حتى لو أي حد بيتقدم لوظيفة بنقدر نفرق بين اللي بيتقدم ده هو فعلا عايز يشتغل ولا عايز شغلانة وخلاص. وبتبان في فترة التدريب، سواء بيشتغل موظف لمدة 3 أشهر أو في الكورس نفسه، من أسئلته، من متابعته، ما بيغيبش ولا يوم، بيجي في المواعيد مظبوط ويمشي المواعيد مظبوط، ملتزم، وعنده كيريوزي تملي يسأل أكتر من الموجود في الكورس. فده احنا بنعرفهم.